هذا المجموعات تنقسم قسمين، قسم الزين وقسم ما زين. نوفا ما بغي شيء يا خنا، والمذاكر ما نستوى عصر، ولكن شي عمانيين وشي ماش عمانيين اللي وافدين يعني، وترى انا قاس اذاكر ما قاسين ندرس عبث، لكن يعني المجتمع عامل. حياك فتحي، تعال تعال بنحوطه باليوم. مو تعال نتدرب هو عند الباب رايح جاي. دبر دبر امورك انت، انطلاق هناك اهم شيء. تعود نشأة مجموعات دعم صحة المجتمع بسلطنة عمان في عام 1992. تعود نشأة مجموعات دعم صحة المجتمع بسلطنة عمان في عام 1992. تعود نشأة مجموعات دعم صحة المجتمع بسلطنة عمان في عام 1992. تعود نشأة مجموعات دعم صحة. شو خبيث النية؟ ضربتك معك الدنيا ترى سوق الطبل. ترى أنا ما مشارك إلا عشان الدرجات. الو في واي فاي يا اخي؟ لا تتمسخر وطلع تلفونك. زين امزح يا اخي، الواحد ما يمزح معاكم انتو. اوه تعال، صح قاطعيننا الواي فاي، ما دافعي الفاتورة. وانت ليش ما دافع؟ الله يهديك، باغني اطلع واجيب جايب كورونا. يا اخي قايل لك كم مرة ادفع اونلاين. نابه ملعين يسد الشغل بفوق راسه، بعدني باغنها تروح تدفع فواتير. الله يهديك، ما ملاين اونلاين، جيب انا راوي. عن طريق تطبيق بنك مسقط تقدر تحول تدفع كل فواتير، ماي كهرباء واي فاي كلهم. خلاص كذا يكون دفعنا، وانا رايح وراي اختبار. اخيرا اروم اختبار بعد ما دافع فاتورة الكهرباء. والله العظيم اني يسموني ابراهيم دفتر، هوايات المذاكرة والدراسة والكرف والدح، 24 ساعة على كتبي ما امل البر. لكن واقع مشكلة بسيطة، وهو انه والله العظيم يا ولد بس ما عليك كلام، ما تذاكر البر، قص خاص تلفونك وينفعك تنام ايش ساعة ذاكر وحدك ما تذاكر. وصلت لحالة نفسية، ليش دائما إذا كنا نذاكر 24 ساعة ومسكنا التلفون دقيقة واحدة يدخل علينا الوالد ويكسر راسنا؟ بناء على خبرتي في المنحيات قررت أدرس العلاقة بين دخول الوالد والمسافة التلفون، ووجدت أنها علاقة طردية. بناء على النتائج إذا مسكت التلفون راح يدخل الوالد الحين. ما شاء الله مرة ثانية ما نذاكر يعني. لكن إذا بعت التلفون الوالد راح يتجمد ويصير لفريس، لأنه يتأثر بذبذبات كل ما اقترب التلفون مني أنا. إذا رميت التلفون بعيد عني أنا الوالد راح يروح بعيد. اليابان وقت ورب الحافظ.